ازيك شباب، معكم حلقة جديدة مع يوتيوب جيمنج. النهاردة كده هنلعب لعبة ازاي تتخلص من الملك. طبعا يا جدعان اللعبة دي لعبناها قبل كده، والنهاردة يا جدعان هنلعب جزء جديد منها، وهنشوف هنقدر ناخد حاجاته ولا لا. متنساش بقى اللايك يا جدعان، خلاص الفيديو ده 200,000 لايك، وخلينا نبتدي في اول جيم لينا. طبعا زي ما انتم شايفين يا جدعان، ابو اللذيذ ليفل 1 سخنا. ايه ده قدامي؟ سبع ثواني. استنى يا عم، استنى استنى استنى. 4 3 2 هتعملها يا اسطوره. اوبا والله حرام يا جدعان، احنا كنا ايه ده؟ ايه يا عم الاسد، ما شاء الله عليك، واخد الدمبل انت وبتتمرن، شايف نفسك يا جدعان بيلعب رياضه. خليه بس يكح هو مع نفسه. وانت تقول لك انت تتعبتني تتعبتني يا راجل. طب يا جدعان البار ده اللي بيحمل فوق ازاي يحرق؟ يا عم الاسد انت لسه ما خلصتش التمرين بتاعك. الفكره يا جدعان ازاي هنلحق؟ ما انا لو نزلت ده هيدمن تاني. يا عم الاسد انت لسه قاعد مريح. والله صعبه يا جدعان دي، تاني لعبناها. ايوه يلا 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 بلازاليز. ايوه كمل كمل كمل. ايوه حرام عليك، ده انا مش عارف اعدي اول مرحله. ايه ده؟ بيلعب يوجا يا رايق. ده احنا شكلنا هنقعد معاك النهارده كتير. اوكي اوكي خلي بالنا يا جدعان وركز. عيب عليك، دونت وري. يلا 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 يلا. ايوه اوه الاحتراف. هي بصت عينيه يا جدعان، بصت عينيه. يلا يا رب يا رب. يا ابني اهدى يا ابني شويه. ايه يا عم الاسد انت غيرت البار ولا ايه؟ والله يا جدعان شقي. استنى 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 استنى. ايه رايكم؟ هو بصوا التفت كده بعينيه، اخدها 360. لا يا جدعان ده في وقت بيسرع فيه، صدقني انا هحتاج اخش الشوب اشوف اي حاجه اقدر استخدمها. احنا اول دقيقتين متبهدلين فيهم يا جدعان. ايه ده؟ خلص يا عم انت مالك؟ يا على رخامتك يا جدعان، دي البصات مختلفة، بصة فوق بصة تحت. شفت بياخدها بزاوية ازاي؟ ده انت ايه يا ابني ده؟ كمل كمل قدام 41 ثانية ارجوك. ايه ده؟ ما عملت حاجة يا وطيان يا وطيان، يعني انت بصيت؟ ايوه اوكي، يعني في وقت يا جدعان. ثواني ثواني شوف نظرة عينيه. ابو عيون جريئة مش هلحق. يلا 20 ثانية يا بص ايدك خلص. يا اوكي كناش هنلحق يا جماعة، العصاية اللي تعبانة اللي معايا دي كانت ضعيفة شويتين. يلا ايوه. طب الحمد لله يا لهوي، شفتوا الكحتين دبلو كحة يا جدعان. يلا يلا كمل كمل كمل. يا رب يا رب يا رب. يلا ما تبطل بقى، ايه في زورك يا عم هذا سلكولك. يا رب يا رب يا رب يا رب. ايوه ايوه هانت هانت اخيرا يا جدع، ده انت غلبتني. هات يا هلا. اوكي ده انا هكون حريص. ايه ده؟ اوكي انت بتعب. خلي بالنا نحرس يا جدعان. ولا عفشك. ها خلينا مركزين بس. اوكي لا صدر عمليه صعبه، انا باخد وقت في البص يا جدعان. اوكي 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 المفروض في وقت، وبعد كده خلاص بعد كده هو هيترمى. ولا ازاي يا جدعان ما اتمسكش؟ يلا والله شفته. ولا انا قفشتك. استنى استنى كمل 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 ابو الغريس. اوه اوه لا 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 البتاع خلص. اوكي يا دماغي اخد يا ابني، ده انا بتعذب. ايه ده انا بيت جت فيها يا جدعان يا لهوي. اوكي وصلنا للمستوى الثاني ويا مسهل. ده شكلك قاعد انت بص مش مش مش, مش عايز بقى قاعد. استنى يا عم ايه ده؟ يعني انت ممكن تكح وما تبصش؟ يا على الرخامه. ثواني يا باشا انا بقول لزريز هبدا ابص عليك، بس بينا بينا اسرع من اول يا جدعان، فدي حاجه كويسه. يلا كمل كمل كمل. لا ده انا اللي كحيت. والله ما انت انت بتبص لي ليه يا عم؟ كمل 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 يا بلد. يلا في ايه؟ سحبوني تاني يا جدعان. خليك انت في اليوجا يا عم، قاعد انت مستقر مش في دماغك اي حاجه. نكمل زي ما احنا.
يبقى احنا يا جدعان احنا البتاع اللي بتتمنى عندنا نخلي بالنا منها كتير، لان ممكن من الحراس هم اللي يمسكوا بدلنا لو البتاع بتاعتنا خلصت. انا فكرت هو اللي حاجاته اللي هتخلص مش انا. يلا ما تطولش في الاخر، يلا ارجوك يا ابني حته اخر حته يا عم. يا عم كمل مشوارك يا عم، انت بتبص لي ليه؟ اوكي حدفنا يا جدعان، شكرا على الوقت اللي فيها كتير. يلا نجرب محاوله كمان. ايه ده رمش وما عملش حاجه؟ والله لا تعليق لا تعليق. اوكي ماشي يلا نكمل. ها خلاص انا بقيت خلاص مقلق. يلا بقولك عليك. ايوه ايوه ده والله كده هتتنجز يا جدعان، بتسرع وفي الاخر هو ما عرفش بيهرسني ازاي. ايه يا عم الاسد انت ما تشاركنا يا عم في الكلام اللي بنرغي فيه ده، ولا انت قاعد مالكش لازمه يا حلولي. ده ممكن يا جدعان ادينا بس تلميحه. عيب عليك عيب عليك، مش على ابو الدليز. بص في السماء بعد كده يعملني كده ومش عارف ايه، انت بتعمل تمرين الرقبه ولا ايه؟ خلاص اخي ما زنقتش معاك هنا. يلا يلا مش هلحق مش هلحق. ايوه لو كان كامل والله كنت هزعل يا جماعه، والله كنت هزعل، لان كده يبقى بيشتغلنا. انت بتشتغلنا على فكره، حرام عليك. انت نمت؟ والله ريحت ارتحت وريحت. طب استنى يا جدعان ممكن اخش الشوب اجيب اي حاجه والله. يا جدعان عملنا اضافه جديده، انا اخر لما زهقت جبت السيف الاسطوري واشتريته وكله يعني المفروض الحاجه دلوقتي متظبطه، المفروض ناخد الحاجه بسهوله ما توجعش دماغنا معاك. اوكي ثانك يو. عفوا عفوا انت ارجوك خليني اكسب. اوكي ند السيف راح فين؟ والله حرام يا جماعه، بس انا حاسس انا بقيت سريع يا جدعان. السيف راح فين؟ كان موجود واختفى والله، جاب لي العظمه تاني. المفروض السيف الاسطوري يبقى معايا. لا يسحبوه مني، انا لسه جايب اهو. الحمد لله عيب عليك، جبنا البتاع المطور. يا هلا عيب عليك. يلا 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 بسرعه 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 شاري بوستات وجايب سيف وبرضه مش نايمه معاك، وانت لسه نايم يا عم. اصحى صحصح هو يا عم الاسد. يلا بسرعه يا جدعان. كمل 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 كمل. يلا يلا هانت مش هلحق. يلا محاوله كمان. يلا بتخاص انا من الحركه القرعه دي، بتعدي عليا يا جدعان، بيجي في اخره ويبطل. يا عم ارجوك انجز ارجوك انجز. انت عارفين يا جدعان لو انا جيت مكانه ده انا مش هروح مقلق، وخلي بالي جدا قوي من البار اللي فوق. يلا 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 في الانجاز. يا عم ارجوك كمل، بتيجي عند الحته الاخيره وترخم، خليك في اول 50 ثانيه كده زي العسل عشان احبك عشان احبك واعمل لك لايك يا جدع. خلص يلا. يعني ساعات بيرمش وما بيبصش، ساعات بيبص حسب الظروف. اخيرا يا راجل اخيرا، تعالى انت قعدت قلبي يا راجل. ابو لذيذ مسيطر. اوكي شوف الكابتن ده، خلاص انا هرشتك اول ما يا جدعان ما ينط الجمب. اوكي يلا. طب ازاي؟ لا ده بينقص مني كتير، بيستهبل. يلا يلا يا جماعه ازاي المفروض انا استنى لحد ما ينط لي؟ ما لو هينط لي هيجيبني. يا لهوي على هباله. تكي خليك مكمل. ايوه ابصيت والله ابصيت. يا جدعان عن ايه والله لو مرت بصيت، انت خليك قاعد عشان احسن والله تستاهل تستاهل والله. جيم اوفر السكور اللي جبناه والله كتر خيرنا في اخر جيم اوفر. ليه فيديو يا عم؟ فيديو ايه يا عم؟ انا قاعد محتسب. يلا يلا يا جدعان محاوله كمان مع الراجل. يلا انا مش عايز المره الاخير. يلا حرام عليك. يلا كمل كمل يا ابو لذيذ، كانت هتيجي دي تصدقوا والله كانت هتيجي، بس انا مش هلحق في دي، مش هلحق خالص مالس. نستنى شويه 30 ثانيه يا حبيبي بعد كده هنروح فيها. يلا لا كمل كمل كمل. شفتوا اخر تنتوفه يا جدعان؟ يا جدعان عايزين نعمل هاشتاج ولا زي مصدوم. والله يا جدعان ايه ده؟ ارحمنا يا رب. ايه ده؟ اوكي في اشتغاله هنا. ايوه خليك في الكحه بتاعتك دي عشان افنشك واخلص منك يا جدع. ها عيب عليك خلاص بقينا اساتذه دلوقتي. اخيرا يا جدعان لقطناه ليفل 2 ولا بقى اول ما عينيه تلون. اوكي نبدا بقى الاستراتيجيه بتاعتنا. يا رب ده انا لسه عايز اخلص اشوف مرحله جديده. يلا يلا
هو معناه ما تلون يا جدعان. اوكي ركزوا في عيونه، ركزوا في عيونه، بعيون جريئه. ما لونتش؟ ماشي هنستنى شويه كمان. طب اللذيذ، يلا يلا يلا. والله يا بسيط يا عم، خلص يا عم، اديت ريحه عشان دب. خط تاني يا جدعان. ايوه بقى، قلت لازم اظبطه شويتين. الحمد لله انا قدرت. والله بيضحكني الطعم اللي هو انت لابس ايه. اوكي، اول ما دي ما ترعش حلق نظري علشان بياخد وقت في البص. يلا اوكي يا حبيبي. يا جدعان الولد ده مجنون، يا جدعان الولد ده مجنون وهيتعبنا. خلينا نجرب محاوله كمان. قفشتك يا حبيبي. لحقتك، يلا باي باي على اللوبي. اللي ده الاسد جالي يا جماعه. لا ما اتفقناش على كده، انت جالي. يلا ولا 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 ولا. عيب 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 عم الاسد. ايه ده؟ الله، ايه 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 سحبها. ايه ده الاسد؟ يلا يا اسد، يلا عيب عليك. ثواني 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 كده، حاول اظبطه. اوكي ده الراس، الراس. والله بصيت يا جماعه، يخرب عقلك، هو اللي مسك دلوقتي. حلوة السحبة دي، ده اللعبة دي بتفكرني يا جدعان كما تدين تدان. يا لو يا عم الاسد، ده اللي نفسي اكسبه يا جماعة. تين تين تين، بقول لكم انا هخلص لحد الاخر. ايه 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 ايه. اوكي خلص يا اخويا بالسحبة، خلع مشى مسافة، فدي حاجة كويسة. هو ليه بيرقص من عند البار؟ حرام والله، لازم يقرب يا جدعان. انا مالي انا؟ اعمل العضلات. اوكي فزتك على خلفوصلة. ها يلا ترمي اللوبي. ايه ده؟ هو اللي رمى الحراس؟ واو يا جماعة، مين ده الزومبي ده كمان؟ العفريت بتاعه ده ولا ايه؟ والله بصيت يا جدعان. بصيت بس كان سريع وش. لا يا خسارة. جميل يا جدعان، لغاية دلوقتي في فرصة حلوة قوي ان احنا نقدر نرجع في نفس المكان تاني، بس نتفرج على الاعلان والله نظبطكم تظبيطة حلوة. بس خلنا نكسب بقى. استنى اه، ايه ده راح في ايه ده؟ الاستخاره دي يا جدعان. ايوه يا جماعه بصيت، هتفرج على فيديو. حاضر. رخم رخام قوي يا جدعان، وموجود، والمشكله اللي هو سريع قوي وانا مش عارف حلقته ازاي. هو بيرفع ايديه يا جدعان، مش اوكي؟ اه قفشته والله. اي صح، ايه ده؟ الله، انجاز محقق. الله عليك يا ابو اللذيذ. كمل كمل كمل. ايه ده انت مش فاهمك، انت نايم ولا صح ولا ايه ده؟ انت بتطلع ايد من جوه دماغك ولا ايه؟ عجيب. يلا استنى يا جدعان، انت بتضيع. لا لا لا، نعرف ازاي ان هو هيخضر ولا ايه الكلام؟ شكله هخسر ولا ايه؟ الله يستر يا جدعان، نستنى شويه. طيب قفشتك قفشتك، انا بشرب ايه؟ يا لهوي على الجنيه، تشرب ايه يا زكي؟ حرام عليك يا راجل. ايوه قفشتك كده يا ولد، يا قليل الادب، قطع ودانك. كي روح اللوب يا حبيبي. اوه ليفل 6 يا جدعان. اوه ده معايا تي ان تي، لا ده داخل يعني مستبيع، مش فارق معاه حاجه. عارف لو قربت لي يا ولد. استنى استنى انت عايز تلف وتمسكها ازاي؟ اه كرش منعه يا جدعان، احنا نخلي بالنا. اولا يخرب عقلك، احنا هنستنى لحد ايه كمان متلون معاه. اه اوكي يلا بلا جليج، او ما يلف ايده يا جدعان وتبدا تنور. ايوه قفشتك انا. ايه ده؟ الحمد لله اللي ما حصلليش حاجه. شوف بيعمل الولد ايه ده؟ مين دي يا ماما؟ شكلها اخ وتفكرني بجراني يا جدعان. يلا بقى نكمل. كي ايه ده؟ ايه ده؟ مين؟ ايه ده اتجوزنا ولا ايه؟ ايه اللي حصل؟ اوه حياة عيسى، جبنا يا الاشرار. والله يا جدعان هكتفي بهذا القدر. ايه يا ابني في ايه يا ابني؟ ارحمنا يا عم، ده انا ما لحقتش، ده حتى بقيت وصلت يا جدعان المستوى السابع في الطاقة الروح. يا جدعان انتوا اكتبوا ايه، وصلتوا للمستويات الكام يا جدعان بعد قد ايه؟ قعدتوا 10 ساعات ولا كام ساعة عشان توصلوا للمستوى اللي بعده؟ اكتبوا لي يا جدعان في التعليقات اخدتوا وقت قد ايه؟ ونرى عليكم برضو في اللعبة، اشوفكم مرة جاية فيديو جديد مع ابو اللذيذ. يلا سلام.